هؤلاء الذين يعني اجتمعوا جميعا وشاركوا في العزوف، وكانت النتيجة إعطاء الفرصة لأحزاب الموالاة لتظهر من جديد. ومن ثم تحولت الانتخابات التشريعية من انتخابات شعبية إلى انتخابات عائلية. لأول مرة تمت انتخابات يعني شبه مقبولة من ناحية النسبة، وشبه مقبولة كذلك من ناحية يعني عدد الأصوات والنسب التي تحصلت عليها.